مواقع مثل فيسبوك وتويتر وإنستغرام، ربما احتوت على الكثير من الأسرار عن كل منا. ولكن ماذا سيحدث لحساباتنا وبياناتنا بعد أن نموت؟ هذا هو السؤال الذي سوف نجيب عليه اليوم. وهل يمكن لأي شخص من عائلتنا أو أصدقائنا فتحها أم لا؟ لا توجد قاعدة عالمية في المملكة المتحدة فيما يتعلق بما يحدث لأصولك الرقمية، وكل موقع تخزين أو تواصل اجتماعي يطبق قواعد مختلفة بشأن ما يحدث لحسابك بعد وفاتك. مثلا يسمح لك فيسبوك بإعداد جهة اتصال قديمة يمكنها اختيار إحياء ذكرى حسابك، أو يمكن لأحد أفراد العائلة طلب حذفه. أما تويتر فيوفر خيار حذف الحساب أيضا، بينما لدى جوجل وظيفة تسمى مدير الحساب غير النشط، والتي تتيح لك تعيين شخص موثوق به للوصول إلى حسابك بعد وفاتك. أما القاعدة الأكثر تخبطاً هي المتبعة في مواقع التخزين والرفع مثل جوجل درايف، والتي تقتضي بعدم وجود أي قاعدة للتعامل مع بيانات الشخص المتوفى. في ذلك الإطار تضع اللائحة العامة لحماية البيانات الاتحاد الأوروبي أحكاماً للدول الأعضاء لتقرير ما تعتقد أنه يجب أن يحدث لبيانات مواطنيها الشخصية بعد وفاتهم. ولكن هذه اللائحة لا تنطبق على البيانات الشخصية للأشخاص المتوفين، وقد تنص الدول الأعضاء على القواعد المتعلقة بمعالجة البيانات الشخصية للأشخاص المتوفين، إلا أنه حتى اليوم لم تنشأ بعد مثل هذه الأحكام. في جميع أنحاء أوروبا كانت هناك حالات بدأت فيها الدول الأعضاء في تحديد مستقبل قوانين الوصية فيما يتعلق بالبيانات المحفوظة على الإنترنت. في يوليو من العام الماضي قضت محكمة العدل الفيدرالية الألمانية أن حساب فيسبوك يمكن أن ينتقل إلى وريث المستخدم بعد الوفاة. في الإطار نفسه أثيرت مسألة خصوصية المستخدم الآخر أيضا، حيث أنها عند تسليم تفاصيل الحساب لا يجب أن يقوم فيسبوك فقط بتسليم البيانات الشخصية للمتوفى، ولكن أيضا البيانات الشخصية لأولئك الذين تواصلوا مع المتوفى. لذلك يختلف هذا النوع من حسابات الوسائط الاجتماعية عن حساب جوجل درايف، حيث توجد صور أو ملفات فقط، لأن في مواقع مثل فيسبوك ستتلقى البيانات الشخصية لشخص آخر أيضا. ولهذا نظرت المحكمة الألمانية في هذه المشكلة، وما زالت تتصرف للسماح بنقل الحساب مع اعتبار أن يكون النقل متوافقا مع القانون العام لحماية البيانات، نظرا لأن انتهاك حقوق البيانات الشخصية المتعلقة بمستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي الآخرين تم تبريره بموجب المادة 6.1ب و6.1و والمصالح المشروعة من اللائحة. كان العقد الذي أبرمه المستخدم المتوفى والمستخدمون الآخرون كافيا بما يكفي لتبرير انتهاك حقوق البيانات الشخصية. بالإضافة إلى ذلك أشارت المحكمة إلى أنه لا يوجد توقع مشروع بعدم تمرير الرسائل أو عرضها لأي شخص آخر. وبناء على هذا نجد أن محاكم المملكة المتحدة بدأت تدرك ببطء الحاجة إلى أن يغطي القانون القضايا التي تنشأ بعد الوفاة فيما يتعلق بالبيانات، خصوصا بعد أن أثيرت عدة قضايا بالمحاكم في مثل تلك الأمور. لذا أدركت بريطانيا أنها مسألة وقت فقط قبل أن تواجه المزيد من تلك القضايا مستقبلا. أما في شركة أبل فالأمر بات مغايرا نوعا ما. مؤخرا رفعت زوجة متوفى دعوى على الشركة لنيل بيانات آي كلاود الخاص به كجزء من تركته، إلا أن الشركة تعنتت ورفضت الأمر بشدة بالرغم من حصول الزوجة على حكم بالوصايا على ممتلكات الزوج. لاحظ القاضي تلك الثغرات فأصدر حكما على الشركة بنقل بيانات حساب المتوفى لزوجته. لذا نجد أن المملكة المتحدة وغيرها من الدول الأم لمواقع التواصل الاجتماعي ورفع وتخزين البيانات العالمية مطالبة بالوصول لقوانين محددة يكون متعارف عليها، من شأنها أن تحول الحسابات الرقمية إلى جزء لا يتجزأ من إرث صاحبه ومعاملتها كعقار أو أموال، بحيث يتاح لورثته بالحصول على تلك البيانات إثر وفاته. على سبيل المثال قامت فرنسا بوضع قانون حماية البيانات الفرنسي بمواد تتيح لمالك الحساب اختيار واص على حسابه بعد وفاته. ذلك القانون تم سنه في عام 2016، وقد يعد القانون الأول من نوعه الذي استطاع فض ذلك النقاش. لذا في الأخير يمكن اختصار ذلك السؤال بجمل أقل تعقيدا. بالنسبة لحساب أبل فالشركة ترفض نقل حساب المتوفى إلا بعد صدور وصية وأمر من المحكمة، أما قبل الوفاة فليس هناك سبيل لأن يختار المتوفى وريثة. أما الفيسبوك فيمكنك من اختيار شخص ما ليصبح جهة اتصال موثوقة يحق لها اختيار حذف الحساب بعد وفاتك أو إحياء ذكرى الحساب مع منع إمكانية الوصول للرسائل القديمة. يمكن العثور على هذا الخيار في إعدادات الحساب العامة، نفس الحال بالنسبة
بالنسبة لإنستغرام، أما تويتر فهو يمنح صلاحية محدودة للغاية بإمكانية تقديم طلب حذف حساب أحد أفراد أسرتك في حال وفاته مع عدم الأحقية بإمكانية الوصول للحساب. وأخيرا حسابات جوجل، والتي تشابه سياسة الفيسبوك، حيث يوجد بها ما يسمى مدير الحساب الغير نشط، وهو خيار يتيح للمستخدم اختيار صديق يدير الحساب بعد الوفاة. وفي حال ظل الحساب خاملا لمدة 3 شهور، تقوم جوجل بالاتصال بذلك الشخص لتذكيره بحساب صديقه المتوفى.